صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا مثل ما وعدناكم مشاهدينا لقاء طبي بامتياز مع دكتور ابي نادر. اكيد يلي دائما عم بتكون مواضيع بتهم الكتار. دكتور ابي نادر حضرتك على الهواء، بونجور، صباح كيفك؟ الخير لك طمنينا واهلا اهلا وسهلا فيك. عم باخذ بنصايحك دكتور. لا عن جد بتعرف الحلقه اللي عملناها هيك عن الابتعاد عن التوتر انا وياك، وقديش فينا هيك بطرق وقائيه صغيره وستبس صغيره نكون عم ناثر على حياتنا. كمان صاحبتها اليوم حلقه مع اختصاصيه التغذيه عبير ابو رجيله، كمان قبل الفاصل بعتقد كنت عم بتتابعها، عن الاطعمه يلي بتساعدنا لنكون عم نبعد عن التوتر. بعتقد اذا بنحضر يوم جديد خلص بنصير هيك، لا ما بنعوز ادويه، ما بنعوز ضيوف مع ما بنعوز حبوب. قيمة، أكيد ضيوف مع معلومات قيمة، بس أنا بحضرها وعيت البنوت. هلا في حدا إن شاء الله ما تقطشنا مي. اليوم بدنا نحكي عن تنميل الأصابع، وهلأ هالحالة قديش زايدة دكتور، عم نسمع عن تنميل إيدين وأصابع عند كتار من الناس، وبدنا تقلنا ليه هالقد هلأ صارت شائعة هيدا الأعراض بهالكترة. يعني آخر سنتين ما عم نسمع إلا عن أشخاص عم بنقوا على هذا الموضوع. ليكي أنا ماي لأكون صحيح معك رح أركز أكثر شيء على الكاربل تانل سيندروم، يلي هو كانال كاربيان، سيندروم دو كانال كاربيان، يلي بيجوا لعندك عم بيشكوا من تنميل بالأصابيع. هلا رح رد على سؤال حضرتك، ليش زادت؟ فيها تكون نوع من السوماتيزاسيون، زادت لأنه عندك ستريس والستريس بيعمل تنميل. فإذا أنا كشفت كثير حالات ستريس ورجعت تراحت بس عنده تنميل. هلا إذا بدنا نركز على موضوعي مش معناتها ما رح نركز على أسباب تنميل ثانية، اللي هي فيها تكون خربطة الكالسيوم، خربطة الغدة، اللي هي فيها تكون ما ننسى نيرف انترابمنت، يعني كبس عرق الرقبة مثلا. أكيد إذا مدت على الجو على الحنك بدنا ننتبه من القلب، منا مسحة تنميل مع ضيقة نفس أو عم بيعرق أو 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 طار بقية صدر. بس أنا إذا بدي ركز هلا على التنميلات يلي هن مثل ما قلت ممكن يكونوا زادوا لأنه ما عم نعمل فحوصات دم، لأنه عم ناخذ أدوية عشوائيا، ولأنه زاد ستريس، يعني كايند أوف سوماتيزيشن، يعني أنا الستريس ببين بجسمي إن كان بطفرات بحمار، إن كان بفوت بعمل حتى إسهال، بينفخ بطني، ومنها التنميلات. داكور، مرة عملنا حلقة عن سوماتيزيشن كانت كثير إذا بدك مرتبطة بهالأمور. هلا الكاربل تانل سيندروم معي، إذا عندك شخص كثير عم يشتغل بإيديه، ستات البيوت بين عمر 45 ل 60، إذا عندك شخص كثير عم ويل تشير، يعني للأسف بيبقى مقعد وعم بيستعمل كل الوقت ويل تشير، أو شخص معي عم بيركب كثير بايسيكل، صح؟ بسكليت، هودي كله ممكن يعرضوا الكانال كاربيان لا اذا بدك نيرف انترابمنت، كبسه على الميديان نيرف، وهذا الشيء رح يعمل تنميلات بالاصابيع الايدين. عرفتي كيف؟ رح نحكي فيها اذا بدك اكثر خلال سياق الحلقه. اوكي دكتور ابي نادر، هل في قاسم مشترك بين الكاربل تانل سيندروم والولاده؟ يعني كثير من السيدات بيعانوا من هذا الموضوع بعد الولاده. الاسباب ممكن تكون جينيه ما واضحه، بس اكيد انه المراه الحبله ممكن تكون معرضه اكثر ان كان لتخربط او ان كان لوزن زايد، لانه كمان قلنا الغده، قلنا السكر، الوزن الزايد، كلهم هدول ممكن يكونوا اذا بدك بال بال بالديفرنسيال تبعنا ككوز كاسباب ريسك فاكتورز. وهل السيدات اصلا هن اكثر معرضه للكاربل تانل سيندروم؟ اكيد 3 لـ10 مرات اكثر، يعني من اصل يعني اوقات توصل للعشر مرات اكثر عند النساء من الرجال. مي عرفتي؟ هلا نحن كمان الشباب في منهم اللي بيعملوا جيم او مثلا بنسميها ديوتو ايروبيك كوز، اوقات لانه كثير عم يشتغلوا النساء بالشغل. هلا انا اللي بيهمني اقوله هون غير انه اكثر هي عند النساء، شفناها اوقات عمر الرجال تحت 30، يعني بنقول البايكرز، بنحب نقول البايكرز. اهم شيء بس ايه ما يعني اهم شيء انا بس افحص بالعياده، في اوقات هذا العضل اللي هون ثينر مسل بيكون عم بيضعف، مي عم بيخف قوته الايد. طيب دكتور تنرجع على التشخيص، يعني بين فيبروميالجي، بين التهاب باوتار العصب، بين التهاب بالرقبه مرات بيعمل تنميل بالايدين، بين ديسك
بيعمل تنميل بالايدين وبين الكاربل تانل سيندروم. كيف بتحطوا اصبعكم مطرح ما يعني كيف هاو دو يو كيف بصير التشخيص؟ ابسط عليك، مثلا الكاربل تانل اوقات يشد على ايدك، عنده ويك جريب ما عم بيقدر. عند التنل تيست انا بعمل فحص على الايد هون، عند الفالن تيست بعمل له فحص في ثانية اذا عم بتنمي. كما انه كثير مهم السيمتريكال او اي سيمتريكال، اوقات الكاربل تانل نشوفها مايله اكثر من مايله، بينما كمان ديسك رقبه ممكن يمد من فوق لتحت ومش من تحت من المعصم ونزول. ذكرت من شوي فين المصل، نحن عم نسال عن هذا العضل اللي هون ضعف ما ضعف. اذا انا بالعياده بقدر ميز بيناتهم، بدنا ننبش على الاسباب، بدنا ننتبه ما يكون في مشكله بالتندون. نحن افتكرناها كاربل تانل سيندروم. فاذا كل هدول هن ممكن يكونوا، اذا بدك ما تنسى اكل ضربه، عندك جوينت ديسلوكيشن، عندك فراكتور، يعني كل هدول اذا بدك هيدا بتحب هون نقول هل يا ترى هن لما يعيدوا نفس الموفمون على الريست كمان بتزيد التنميل على ثلاث اصابيع ونص، هن كيف شو طبيعه شغلهم؟ هل يا ترى هذا الشخص عنده تكلس وانا عم بحكي معه؟ ليك كم شغله. هلا نحن هون كمان انتبه انه مورم، لانه عندك فلويد ريتنشن، اذا ورم على ايده كمان كبس. ذكرت من شوي اذا بدك الروماتيزم، فاذا انا بالنهايه بدي شوي نبش على الكوز، وبدي اسال حدا بالعائله عنده، لانه بالنهايه انت بالهيستوري وبالفاميلي فيزيكال اكزامينيشن تبعك بالعياده حط شخصي، وبدي اشوف السين بالعياده. ذكرت من شوي الفالنز مانوفر، وهو كثير مهمين معي بالنهايه يتركوا التشخيص علينا. صدقيني هيدا هلا بده يسالوني، بتسالني كمان اذا ممكن نعمل فحوصات، نزيد فحوصات بسموه نيرف كوندكشن تيست، يعني الستديز انه او مثلا اذا انا بدي اعمل اي ار ام او شيء. لا بالمبدا ما في اي ار ام هلا، اذا عم فكر سيرجري ممكن نعمل اي ار ام. فالمريض على طول بيسال المريض انا لوين بدي اوصل بفحوصاتي، ممكن اعمل انا دياجنوزز من دون ولا اي فحص ولا حتى الكترومايوجرافي اللي هي فحص العضل غير النار. فاذا يتركوه علينا ويتركوا الشغله على الطبيب، لانه اخر شغله بدي اقولها هون، نحن صرنا نعرف شيء اسمه كوست افكتيف، نحن صرنا نعرف انه مريضنا عم بيشكي عن المصاري، فنحن عم نجرب نشخصه باقل تكاليف ممكنه. هذه نقطة كثير مهمة، ونقطة أثرتها دكتور حضرتك عن العمليات يلي كثار منهم من الأشخاص خاصة يلي قاموا فيها للعملية رجعت عملت، يعني مثل ما بيقولوا روجعت عليهم، وهن ما بينصحوا حدا لأنه بدها تروجع بالعمليات. يعني بنشوف كثير من الأشخاص بيقولوا اوعكم تعملوا عملية، أنا عملتها ورجع ما حسيت في تحسن. يعني شو بتجاوبهم؟ ليك بجاوبهم، اول شيء العلاج فيكون فيتامينات، فيكون راحه، فيكون عم نحط مشد من على ست اسابيع 8 ساعات بالنهار، فيكون ستيرويد انجكشن، فيكون رياحه. فاذا مش ضروري نفكر عمليه، لا، والعمليه لما يفوت الجراح ويشيل شوي من الانر ليجمنت ليخفف هالضغط، لا عم تكون ناشعه مش مضبوطه، لا بعد سنه بتتكرر او شيء. نحن بالنهايه عم تعمل انت سيمتوماتيك ريليف، بتعمل علاج يخفوا من عوار التينجلينج. في اوقات ما ننسى ايده بتقشط للمريض، ما فيك تفكيه بالاخر بصير ديزيبل، ما بيقعد في حرك ايده، بتقشط ايده. ونحن عم نحكي هون عن حالات كثيره، يعني نحن عم نحكي عن 50 حاله من اصل الالف، منا نحن هون نحن انه وبعدين في شغله في الاكزرسيس، في الاكزرسيس، يعني انت كمان نحن اوقات نعطيه اكزرسايز. ليكي انا بالعلاج مش دغري بدي بكون اجريسيف على مريضي، شيء اسمه جلايدنج اكسرسايز، انا بقدر اعمل له اكسرسايز ليرتاح، في ستريتشنج تكنيك، مضبوط مي؟ شو بدي خبرك؟ في ليزر ثيرابي، في كثير كولد ليزر ثيرابي، في كثير اشياء، في قلت لك من شوي الكورتيزون، لوكال كورتيزون انجكشن، طيب هدول كلهم مي، ليه دغري فكرت انا عمليه مضبوط؟ طيب دكتور، في طريقه لنتوقف، حكيت انت عن عامل جيني وراثي، الاشخاص اللي بيعرفوا انه هن عندهم هدول العوامل الوراثيه والجينيه، مرات كثير كنت مثل ما حضرتك كمان ذكرت، والاكسسيف سبورتس او الاكستريم سبورتس او الاشخاص، خليني اقول مش الاكستريم سبورتس، الناس اللي بيروحوا للاكستريم بممارسه رياضه بالعكس بيكونوا عم بيزيدوا الريسك، بينما بمطارح من المطرح بمطرح من المطارح انتم بتقولوا لا تو افويد كثير من الامراض اللي لها علاقه بالعضل والعظم، ممارسه الرياضه هي ينصح فيها وبكثره كمان، يعني انه بشكل مكثف او يومي، خليني اقول يعني يكون دايم. سو هون كيف فينا نكون
عم نعمل سبار بس ما عم نأذي حالنا ونحط حالنا بريسك اكبر انه يصير عنا تشينيل كاربيان. اذا بدنا كبلش بال بالنسبه بالبايك، بالبايك اوقات بحط جلوفز، والبايك اوقات بده يخفف النطاط يعني بس ينط وعم بيجي يلبود عم بيشد عليهم. عندك عندك اوفر يو اوكي يمكن الكونكشن اوكي عم ترجع تمشي بعتقد الكونكشن يمكن قطعت الكهرباء عم بدور الموتور. رح نعطيك رح نطول بالنا عليك دكتور ابي نادر حتى ترجع تعمل ريكونكشن معنا. اكيد بتذكر كافة المشاهدين اليوم عم نحكي عن الكاربل تانل سيندروم او تشينيل كاربيان يلي عن جد الامه كثير هيك بتوجع كثير يعني هون على المفصل وضروري تشخيصها. واكيد مثل ما كنا عم نقول مع دكتور ابي نادر هيك ملخص صغير عن الحلقه اكيد هو يعني بفضل دائما يكون التشخيص دقيق لانه اعراضه بتتشابه مع كثير من الامور او الامراض الثانيه ممكن يكون عم نعاني منها مثل ما كنا عم نحكي كمان بالحلقه. رجع الاتصال مع دكتور ابي نادر او ناخذ فاصل قبل ما نتواصل معه عن جديد. اوكي لكن كنا عم نقول كمان مش ضروري دائما اللجوء للعمل الجراحي وممكن جدا بالعلاج نكون عم نخفف من هيدي الاعراض اللي بتكون مبرحه. واسئله كثير كمان عم توردنا عبر الواتساب بدنا نطرحها على حضرتك دكتور ابي نادر فور اكيد جهوز الاتصال معك. رح ناخذ فاصل ونرجع نتواصل معك دكتور ابي نادر هيك بالجزء الاخير من حلقتنا معك اليوم. صباح الخير مجددا مشاهدينا بعد الفاصل اكيد وعوده التواصل والاتصال مع دكتور حنينه ابي نادر اختصاصي بالطب العام والوقايه. وموضوعنا لليوم الكاربل تانل سيندروم او تشينيل كاربيان يلي بصيب مثل ما كان عم بقول دكتور ابي نادر بالقسم الاول من اللقاء 3 على 10 مرات اكثر النساء من الرجال. واكيد طرق العلاجات المختلفه قبل اللجوء للعمل الجراحي واكيد كمان اهميه التشخيص واكيد التاكد من يعني هيدي الشغله اللي كنا عم نحكي عنها وعن اهميتها انه نحن بالفعل عنا تشينيل كاربيان مش اي شيء ثاني. الاعراض كثير بتتشابه بليز ما تهملوا صحتكم. مثل ما دائما بنذكركم عناوين اكيد وارقام التليفون الخاصه بدكتور ابي نادر بتمرق على الشاشه كمان لحتى تكونوا عم تتواصلوا مع تحت الهواء. وحاله بحالتها اكيد نحن بنحكي امور عامه بس تكونوا عم تتاكدوا قبل اللجوء للعلاجات والادويه هيك بشكل عشوائي. بدي اقول لك صباح الخير مجددا دكتور ابي نادر. الو اوكي دكتور ابي نادر اذا عم تسمعنا خلينا نكون على ال 3G مش على الواي فاي يمكن افضل بكون. هو عم بيسمعنا لكن خلينا هيك نرجع نعمل جوله على لقاءات من الصبح لهلا. اكيد بطلب من كل الاشخاص اللي عم يتابعونا يرجعوا يتابعوا عبر موقعنا الالكتروني otv.com.lb فيكم تشوفوا كمان عبر اليوتيوب واكيد التشانل الخاصه بالاو تي في كافه الحلقات خاصه اليوم المواضيع المهمه جدا اللي تناولناها ان كان مع امان الجرزي المستشاره التربويه يلي اليوم تناولت موضوع اكيد اضطراب التوحد بشكل كثير مختلف ومفيد مثل ما عودتنا امان الجردي باولى لقاءاتنا. فيكم تشوفوا اكيد ترجعوا الحلقه بالاعاده اليوم عشيه او كمان عبر قناتنا على اليوتيوب. كمان باللقاء الثاني كنا مع عبير ابو رجيله اختصاصيه التغذيه وكمان مثل ما عودتنا عبير على اليوم الموضوع اللي بهم بعتقد 99% من اللبنانيه والاطعمه اللي بتساعدنا على التخلص من التوتر. دكتور ابي نادر يعني عم نرجع نحاول نتواصل معه بهاللحظات اكيد عم بيحكي عن الكاربل تونل سيندروم مثل ما قلت لكم الاعراض التشخيص واكيد العلاجات اللي كنا عم نحكي معه عنا باخر
بارت من الحديث دكتور ابي نادر، حضرتك صرت على الهواء. ايه رجعت الكهرباء بس اوقات الانترنت عم بيقطش. ايه نعم دكتور ابي نادر، بالقسم الاخير اكيد من لقائنا لليوم، خلينا نرجع هيك نعمل ريكاب عن الكاربل تانل سيندروم يلي ما كان معنا قبل الفاصل، ونتابع ونذكر كمان بعناوينك يلي رح تمرق على الشاشه. ميرسي. بنرجع بنذكر، فاذا بيشتغلوا كثير بايسيكلز ويل شيرز. تذكرت بس قطعت الكهرباء ببلدنا الحلو انه عندك الميوزيشنز اللي بدقوا موسيقى كمان عم بيشكوا اكثر من غيرهم بالكاربل تانل سيندروم. تحيه لكل الموسيقيين اكيد بيشتغلوا بالعمار الكونستراكشن، هيدي منيحه. ذكرت من شوي حضرتك المراه الحامل معرضه اكثر لهود التنميلات، اكيد كنا عم نقول انه الاعمار اكثر شيء بين 45 و60، هذا الشيء ما بيعني انه ما في اوقات تحت 30، وكنا عم نقول عند النساء اكثر لحدود العشر مرات من الرجال. اوكي العلاجات خلينا مثل ما قلنا نخفف هالستريس هالبريشرز، خلينا نعمل ستريتشنج قبل سبور. تذكرت هلا شوفيرية التاكسي، كمان شوفيرية التاكسي او يصير يخبط على الدركسيون او يلف كثير ويشد، خلينا نريح المنطقه هون. الو عنا الو نعم عم نسمعك دكتور. عنا الكولد اند هوت ثيرابي، العلاج المسقع، العلاج السخن، عنا الريست، عنا ادويه النمبنس، انا بعطي ادويه للوجع برائب، عنا علاج السبب اذا كان سبب سكري او ايكوتيرودسم او شخص وزنه زايد، فاذا كمان في علاج الوجع. ذكرنا من شوي الكورتيزون انجكشن اللي بيعملها الاختصاصي الاورتو، وممكن تكون عمليه بس منها صعبه، مينيمال انفيزف بنسميها، سو منها العمليه الكثير انفيزف، وان شاء الله ما تكون في شيء. بالعكس اذا حضرتك عندك بعد اسئله بتصور نحن جربنا انه نغطي السندروم دو الكاربل تانل سيندروم الكنال كاربيان، جربنا السندروم دي كنال كاربيان نغطيه بشكل اذا بدك كلي. دكتور ابي نادر، ليش بترجع بتتكرر؟ يعني هذا سؤال وصلنا من ميراي هلا عبر الواتساب، ليش بترجع بتتكرر هيدي الحاله عند كثير من الاشخاص حتى بعد العمليه؟ بترجع تتكرر لانه اولا ما بيكون هو علاج السبب مضبوط، ثانيا لانه النيرف اترابمنت الضغط هون هو معرض انه يكون ايزي يرجع يكون يعني ريكارنس اعلى، لانه اللي عملها ورجع صح ممكن جاي يعملها، مثل كانك عم تقولي شخص عمل سكري علاجته شوي السكري ممكن رجع علي معه السكري، لانه هو عنده استعداد اكثر، فخلص بصير عندهم هن استعداد اكثر للريكارنس. انما ما فينا نخوف كل المشاهدين، لا في اوقات ما بموت في ريكارنس او بتخف بالانتنسيتي، يعني احنا ما فينا نقول انه حتى لو في ريسك اوف ريكارنس اكيد، لانه وانس وي دو في ريسك اوف ريكارنس، يعني مره بنعملها في عندنا احتمال ترجع تتكرر، انما مش بكل الحالات، واذا تكررت اوقات الانتنسيتي اقل، يعني اقل اذا بدك تنميل، اقل تخدير، مش بس في تنميل، في ضعف بالعضل وتخدير وتنميل، تنقل تنميل يعني غير انه نمنس، عرفتي نمنس يعني هن مثل بعض تقريبا، بس كمان في احساس اخر دو كوتي سنساسيون دو كوتي تمبراتور، مانا بس قصه عرفتي كيف عضل ضعيف او هالامور هيدي. فلا خلينا نقول انه بالنهايه المشكله اذا انتريتد، لانه اذا انت ما عالجتي بدك تخسري الفانكشن تبع ايدك مش مسحه، خاصه عند البيت كمان اكثر. انا بدي اتشكر حضورك معنا دكتور ابي نادر، بدي اترك لك اكيد الكلمه الاخيره لحضرتك مثل دائما تتوجه لكل المشاهدين يلي عم بتابعونا. انتبهوا، يعني بالنهايه اقل تنميل صغير في يكون من مشي وروح وحده ستريس صغير لقلب اذا كان بالايد ومد للجو. نحن اعطيناكم بعض الاسباب الواضحه لموضوعنا، وعم نجرب بنقول انه تفادوا ببعض التكنيكس اللي ذكرناها مثل ستريتشنج، خسار وزن، خاصه بيبقى اقصر بالوزن بصير بده اقصر بالطول بصير بده يحمل، اوقات بتشوفيهم هودي عم بتضروا حالكم، لانه كمان في بروبورشن بالوزن الطول والوزن مع الستريس اللي عم تعملوه، شيرينج بسموها الستريس اللي عم تعملوه على هالمفصل وبتكبسوا على العرق، نيرف انترابمنت تبع الميديان نيرف يعني. دكتور
دكتور أبي نادر، أنا بدي أتشكر حضورك معنا دايما. أكيد المواضيع الطبية اللي بتحمل إفادة، وبتوجه برجع لكافة الأشخاص اللي عم تابعونا، ما تهملوا صحتكم، ما تخافوا من زيارة الحكيم، لأنه يعني عم نشوف، ودايما بنقول هيدا الشيء مع دكتور أبي نادر، عم نشوف أشخاص عم تسوء حالتهم لأنه عم بأجلوا زيارة الطبيب من وراء الوباء وخوف من الخروج، عم بيكونوا بعلاج بسيط بصير بدهم علاجات أطول وعم بتسوق حالتهم. ودايما أكيد انطروا إطلالات دكتور أبي نادر كل نهار تنين بنفس الوقت. فاصل ومنتابع اللقاء الأخير لليوم مع دكتور ميشيل عيد، لقاء هيك قانوني باجتماعي بامتياز.